الحمد لله ثم الحمد لله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت وضي أشياء نشرفت له إيكو حيرن جنال كينا سود واذا ولا ليال إنتا أن أقود قلن برنامج كينا مركه رأي أن قصلنا حبيب كينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقال كان إلو سا لايك إنو سارة داود ياشي نشرفت له. ما أنتو حان إذن وذا قصة عجيبة تاسو لغا أركي ذكرك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حسكيس ما أهان وح سهلا إيا وح سخرا إيا وح لفظي سنكرا انتبا قفك لما أنت هدي آد وعررتو أما هدي آد وح ويديستو لغا يابا إنو أسوكو لبسانا يكسيو أما إنو كسينين با. لكن ما أكته الله سبحانه وتعالى مركي آد بريسو أما آد وحوي دي سنيسو إنو آد كوغو فرحايو ونكو أجيبايو كونا سيناي بريضادا يوحي آد ويدي ستي محاي لي الله سبحانه وتعالى وألّا شرف بدن ونديق سيئي قصة دينا ما أنتو وحي كوكوتون تانين نين كان وحو أها نين إسكرر بادية ومغالا ساس أهما وسنجوغين نين كان سفر أيو سوغلي أو مغالا دي أيو وحوغا باخدي مغالا داسني مجرتو إد أما وقف وكا غران أيو نين كان وأو صوبحي سهي دي سي إيو وحياليه باهي دي سأها أيو سوغاتي سفر كي ديرا أيو سوغلي مغالا دي أيو إمادي إنتي ومغالا دا جوغي وحو إسكسي حناي مساجد ilaan meesha qof u joogta malahan oo qof ku soo dhaweynayo iyo qof gurigiisa seexinaya inta malahan ninkaar masajidkiisa ayuu isku joogi jiray hawlaha magaalada uu ka baxdo soo qabsana masajidku iska seexan jiray saas ayuu iskaga watay intuu safarka ahaa lacagtii uu watay oo uu sahay ahaan ee safar ahaan uu watay ayaa ka dhamaatay marmarka qaar waxaa dhici karta qofka inuu wax ku tashanayay oo waxyaalo badan ay ku soo furmaan marka ninkan waxa ka dhamaaday qarashkii uu watay kaliya waxa uu soo haray lacag oo hal xabo rooti ku soo gato wuxuu ku tashanayaa maanta inuu halkaas xabo rooti ku soo gato yaani ninkan walwal ma hayo kurba ma bal qiyaas adigoo safar ah oo magaalo aan magaaladaada ahayn joogo oo lacagtii aad safarka iyo sahayd u wadataa day kaga go'do maxaa dareemi lahayd weeraan waxaad dareemi lahayd walwal iyo murugo ama laga yaabo inaad dadka wax weydiisan lahayd ama xaaladda kugu adkaan lahayd ninkan waxa uu soo hartay lacag oo hal xabrood ku gato yaani kurbo iyo kulay wax haya ma lahan oo dhib ah wuxuu ku tala jiraa in hadhow duhurka marka la gaaro uu baxo oo rood soo gato oo masaajidkiisa iska seexdo marka saas ayuu ku tala jiraa oo saas ayaaba u go'aansan hal xabrooti oo kaliya wuxuu ku gadan laayo heystaa wax kale ma heysto waana iska faraxsan yahay wax dhib ah ma qabo masaajidkiisa ayuu iska joogay wuxuu iska akhrinayaa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba wuxuu u akhrinayaa siiqatul ibraahimiyya oo ah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سلق النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الإبراهيمية أيو اسك أخرنا يا وحكا لما قمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نكان انتاس أيو ما انت لنكو على الناس سلق النبي أيو وضع أيو وضع wax kurba iyo wax kuleela iyo wax murug inta uu mas aad iska faraxsan yahay masajidkiisa soo iska jooga qof kale oo magaalada ka yaqaan malahan alla subhanahu wa ta'ala iska tala saarnay asalliga nabiga iska wata waxa dhacday arin la yaab leh arinka dhacday waxa tahay
نين كمد إيه دادك مقالة دا استقن ولي بدك واوينك أو مرحة دا كمد إيه أما مسؤول دا مقالة دا أيا أسوه مساجد كبوتو كان أيا وحوار كنين كان إلهي أمبا قلبي يسي وحو أسو قليي نحريس وحو أركي قف كان قف سفر كي مادينو يا قف ماشا اسكفر ليو وحو إمادي وحو نيري وحان ربا إن أدكري يراعو أو أنكو مرتقالو إلهان كو داري هاي الدين يعني نين كان أسام مضح أسام مسؤول إيه إلهي يا قلبي سوحو سوق لي الرحمة إن حريس وحولي هاي إن أنكو مرتقى هذا أيان ربا أقون كو مره ودارنا يا هاي الدين ورالكيغو يعني وحو كبقى يا نين كان إنو دهو كمرا عايو أيوة كبقى يا سو مضح إيه نين كان مسكين كأو سفر كأو أيوة كعب سنة يا إنو راعي وايو الله سبحانه وتعالى ودي سوا عجيب نحريس ايا بقلبي سلو سوق لي حيري الله درتيس ان ادير على يا ربا الله ايان كوكو داري يا الدين ان ادبري يا ربا قف مسافر ان تايان كو اركا ان كو متي قاد يا ربا ولالكي يا الدين ان كان وا راعي وا ان كيهلي مخيهلي قف الله كوكو داري او الله درتيس ان سخدا كله وحي لو ديده وا وح ان ونغسني marka ninkan waa uu soo raacay gurigiisa ayuu keenay qaab aad u qurux badan ayaa loo soo dhaweeyay inta waxaa loo keenay oo sawiligiis arkeen yaani ninkan wuxuu ku tashanayay maanta hal xabo rooti inuu cuno markii nin madax ah oo kumarti qaada ka waran cunto ayuu nooc ayaa loo keenay wax kasta ayaa la soo hordhigay ninkan cuntadiisa ayuu cunay asigii ninka waa ay sheekaysteen waalis xaal wareystay markuu cuntadiisa dhameystay oo la sheekaystay oo uu nastay ninkan ninkii waa u soo sukootiyay wuxuu u siiyay lacag aad iyo aad u fara badan waa uu marti qaaday calooshiisa waa u soo buuxiyay guri uu ku nastay ayuu siiyay dan markii uu soo baxayna wuxuu soo siiyay hanti aad u fara badan ninkan waa uu yaabay الله سبحانه وتعالى أيو كو مهديي محاي إلي الله فدلقيسا أيو إنتانو إذل كو هلي كدبنا وحو كو هلي صليق النبي صلى الله عليه وسلم صليق النبي وحفظ ماهن وري بقاب كان صيغة الإبراهيمية مساجدك أيو سكفديي إنتاس أيو كو العلني فرج أيا صوب بوغضي السيقي أيا لغا بقي qof aad adiga marti qaadeyso oo aad ka baqayso inuu ku diido oo aad alla ku dhaarinayso oo aad is leedahay ama ku diida ama ku raa kuma raacayo yacni waxa waa fadli ilaahay waa arintaas adigoo maskiin iska ah oo musaafir iska ah oo hal xabo rooti oo kaliya maanta isla soo gado kun kalena aan haynin laakiin ninkan wuxuu la imaaday yaqiin dhab ah yaqiin dhab ah hadii aad la imaato oo aad alle subxaanahu watacaala aad tala saarato yacni wax kama qan ma lahan farxadda adduunyadu idil waa haysataa wixii dhici lahaay adiga ma maamuli kartid awood uma lihid wax kama bedeli kartid waxba kuma dari kartid marka adigu wax aadan maamulkooda iyo awooddooda aa lahayn inaad isku murjiso waa khalad keliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad alle subxaanahu watacaala aad barido maxaa yeelay arrimahan cidda maamusho iyo awoodda leh waa allah adiga waxaa kuu gudbun oo keliya inaad alle subxaanahu watacaala u cararto oo aad gacmaha hoorsato si uu kaaga dhiga arrimaha sidaad rabtay laakiin haddii aad ismurjiso haddii aad iswaawasho waxba kama keenaysid sababto oo adiga ma tihid cita meesha maamulayso haddii aad murugto murugtaada waxba kuma bedelmayaan haddii aad farxadan farxadaada waxba iskama bedelayaan wax walba waa qadarta ilaahay laakiin alla subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ee barya aan idinka ajiibe alla subxaanahu watacaala isku xir saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba siootul ibraahimiya waxaan lagu arkay faa'iidooyin iyo qisas aad u fara badan ku dadaal insha allah noloshaada maalinla ka dhigo raatib u samayso maalintiiba intii aad awoodda akhriso haddii kale mar walba aad jaanisays afkaaga habarto oo iska akhriso waan filayaa walaalaha quruxda badan in aad muuqaalkan wax un ka faa'iidaysateen like inoo saara meel dheerna inoo gaarsiiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.